السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنشارك معكم سليلو اللي غنحضر. سليلو جد سهل وكيجي بنين لذيذ، ما غنديروش فيه الزبدة، وغتشوفوا معايا الطريقة كي غنديرو كيجي بها رائع. أي شخص داخو غيحماق عليه، كيجي لذيذ لذيذ بزاف ويبقى لكم مدة طويلة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، انخرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبة للمقادير ديال السلو كنحتاجو عندنا هنا دائما الأساسيات ديال الجنجلان. هاد الجنجلان كناخدوه كننقيوه كنغسلوه كينشف، من بعد تنشف مباشرة كنردو كيتحمر، اما كنحمروه في المقله فوق البوطه اما كنحمروه في الفران. لكم كامل الاختيار، كنبقاو نراقبو حتى تيتحمر لينا كيصبح محمر على هذا الشكل مزيان. لهنا بالنسبه اليوم راه ضفت، هذه المره ضفت كاوكاو، راه كيجي بنين كيجي لذيذ. كناخذ هذا الكاوكاو تقريبا خديت هي 300 غرام، كناخذوه اما كناخذوه مقشر على هذا الشكل اما كناخذوه بالقشره ديالو، كنحيدو ليه داك القشره كنفزقو في الماء وكنحيدو ليه القشره وكنحمروه حتى تيصبح على هذا الشكل. عندنا كذلك هنا 300 غرام، عندنا كذلك اللوز، اللوز تقريبا 400 غرام، كناخذو اما لوز بلدي او لوز عادي حسب المتوفر عندكم، دائما حسب المتوفر عندكم. عندنا 400 غرام، هذا 400 غرام كناخذو منها واحد شويه، واحد السلافه صغيره وكناخذوها كنقيوها كيصبح على هذا الشكل وكنحمروها، لان هذا اللوز بغينا نهرمشو ونديروه مع في سليلو مهرمش. هذا الججلان كذلك زليفه هاك راه محمر محمر، كناخذوها كنقول ديروها كذلك في سليلو ما كنطحنوها ما حتى حاجه. انا هنا السكر، السكر خشن حسب تقريبا حسب الذوق، دائما سكر يعني. هنا بالنسبه 300 غرام، اللي بغى يزيد عليها يزيد عليها، اللي بغى ينقص عليها ينقص عليها حسب الذوق. كذلك عندنا الوافع، عندنا هنا النفع البستاني، هو خليط جوج معالق كبار حبه حلاوه جوج معالق كبار، انا النفع البلدي معلقه واحده. انا هنا الدقيق، الدقيق القمح الكامل كناخذوه وكنغربلوه، غنوريكم الشكل كي كيكون في الاول قبل ما كيتحمر. ها هو كناخذو كنحمرو كنحيدو منو ديك النخاله وكنحمرو. هنا درت كيلو، راه هو كيتقلص حيت تنحمرو كيتقلص، درت كيلو صبح عندي 900 غرام، كيتنقص تقريبا تنقص 100 غرام. انا هنا هنايا المسكه، المسكه الحره تقريبا نص معلقه صغيره، معلقه كبيره ديال القرفه، قرصه ديال الملح. بسم الله. الان غادي نطحنوا، غنبداو اولا بالوافع، يمكن تاخذوا اي اله عندكم باش تطحنوا هذا الوافع. بسم الله، كنديروا معهم مسكه تقريبا نص معلقه صغيره، كناخذوا واحد شويه ديال السكر وكنطحنوا مزيان. الان غادي نحاولوا نطحنوا هذا النواف حتى يطحن لينا مزيان. بسم الله. بعد ما طحنا النافع مع السنيده، نتوما كتلاحظوا كي كتجي بودره، الان غادي نحيدوه ونطحنوا الكميه الاخرى، عندك اللوز وكاوكاو والجنجلان. بسم الله. الان بعد ما وضعنا كاوكاو واللوز كنضيفوا ليه السنيده وكنطحنوه مزيان باش ما طحناه مزيان. بسم الله. بعد ما طحنا كاوكاو وطحنا اللوز حتى صبحوا على هذا الشكل، راه كنطحنوه مزيان باي اله يمكن لكم تطحنوه. الان كنمروا باش نطحنوا الجنجلان نفس الشكل اللي درنا اللوز وكاوكاو، نديروا الجنجلان. بسم الله. كذلك غادي نطحنوا الزنجلان، غنضيفوا عليه القرفه، ها هي قريصه ديال الملح، وكنضيفوا السكر المتبقي، ودائما السكر حسب الذوق اللي قلت لكم. من بعد حيت نمزجوا مزيان، الا خصنا السكر كنزيدوا السكر كلاصي اي سكر بلا، ولا كنزيدوا العسل. بسم الله. بعد ما طحنا اللوز وكاوكاو صبح على هذا الشكل، الجنجلان على هذا الشكل، الان كناخذوا كنصبوا الوافع هما وكنصبوا الدقيق. هاد الدقيق بعد ما حمرناه كناخدو كنغربلو وكنبقاو نمزجو هاد المكونات مزيان حتى تيمتزجو لينا. بالنسبة لهاد المكونات راه كنعركوهم، نعركو مزيان، بعد تنعركوهم كندوق إلا مسوس كنزيدو فيه السكر دائما كيف ما سبق لي قلتلكم، حتى تنمزجو فيهم على هاد الشكل. عاد كنضيفو واحد شوية ديال الزيت، مكنكتلوش لأن هاد الزنجلان واللوز وكاوكاو راه فيهم الزيت.
بسم الله. بعد ما عركنا انتما كتلاحظوا عركنا مزيان، كنعركوه كنعركوه مزيان حتى يندمج الدقيق المحمر مع المكونات الاخرى. وبالنسبه التحمر ديال الدقيق اللي بقى محمر اكثر منها كيحمروا حسب الذوق. كناخذوا هاد الزليفه ديال الجيجلان كدير هذا الشكل باش الا نضغنا نعرفوا بان راه فيه مكونات. كنمزجوا هاد الشكل وكناخذوا هاد الزيت، هادي الزيت زيت الزيتون اللي متوفر عنده، اللي ما متوفر عنده يمكن لينا ناخذ الزبده السمن حلو راه كاين الطريقه ديالو، راه سبق لي حضرته تلقاه في رابط اسفله. كندوبوا ديك الزبده مزيان حتى تصبح شفافه، لان الزبده ما كنخليو فيهاش داك الباء، لان الا خلينا فيها داك الباء راه السلو غادي يخسر لينا. وكنصبوا حسب القياس، وكيف ما سبق قلت لكم السكر كندوقوه، بغينا نزيدو السكر كنزيدوه ولا كنزيدو العسل. بسم الله. بعد ما مزجنا هاد السلو تقريبا 180 هاد كاس هاد كوب 180 مليلتر، وكيف ما سبق لي قلت لكم اللي باغي يدير الزبده يذوبها مزيان حتى تتحيد من هذاك الباء ديالها باش ما تخسر لينا. وكنعرقو كنعرقو مزيان. من الافضل واحد النقطه مهمه، واحد من الافضل نتركوه حتى لغد ليه نعاودو نعرقو تيطلق لينا الدم ديالو وكيجي بنين ولذيذ بزاف. وبالنسبه للسكر اللي بغى يزيد السكر يزيدو. الشكل النهائي ديال السليلو كيجي هاد الشكل، كيجي رائع وكيجي لذيذ لذيذ بزاف وبنين. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، هي جربوه وبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.